السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم أكلة حلو كتير كتير زاكية وسهلة وسريعة والكل بحبها. أكلة حلو بجوز الهند. جبت كوبين جوز الهند مع معلقة أو معلقة ونص زبدة وجليكوز نص معلقة. والمكسرات اللي بس بدي استعملها، طبعا المكسرات ترجع لكم. بدي احط انا عين جمال ولوز وفستق وفستق حلبي وكاشو. بنبلش جوز الهند، بنحط عليه جيلوكوز. جيلوكوز طبعا انا عاملاه لكم اياه بفيديو عشان يسهل عليكم. كل كاستين سكر بدهم نص كاسة مي وعصرة ليمون، وبنحطه على الغاز لحد ما يغلوا ويصيروا بهالسمكة. نضل نحرك جوز الهند لحد ما كل الجلوكوز يجي فيه. لقيناه شوي بده جلوكوز بنحط له لحد ما يتماسك. بدي اعمل بايدي انا عشان ماسك مظبوط شكله. راح نحط كمان يا ربع كاسة يا نص كاسة. بدي احط كمان نص كاسة، يعني بصير كاسة الا ربع على الكاستين جوز الهند. نحرك نعجن مظبوط. وبدنا نحط الزبدة معها. أكلة كتير سهلة وكتير راح تحبوها. بعد ما عجنتها اخذت معي كاسة جلوكوز على كاستين جوز هند. بدي احطها حضرة انا الصينية هاي، طبعا اي صينية عندكم ما في مشكلة. بدي احط جوز الهند فيها وافردها مظبوط. افردها مظبوط وزي ما انتم شايفين لازم اعص عليها هيك عشان تتماسك مع بعض. بعد ما فردتها بالصينية زي ما انتم شايفين بدي احط المكسرات، احطهم كلهم فوق بعض. طبعا انا المكسرات عندي محمصين، اللي المكسرات اللي عنده مو محمصين لازم تحمصوهم. بتحمصوا من دون زيت، من دون اي زيت. بدي احط عليهم نتفة ماء ورد تقريبا نص معلقة. طبعا الماء ورد هذا برجع لكم. بدي احط كمان نص كوب من الجلوكوز عشان يتماسك معي. حركهم مظبوط. بدي احطهم على الوجه. احطهم على الصينية. زي ما حكيت لكم المكسرات زي ما انتم بدكم، الموجود عندكم بتحطوه ما في مشكلة. زي ما انتم شايفين معي بدي ابل ايدي شوية زيت عشان
ما تلزق معي المكسرات، بدي ارصهم على جوز الهند مظبوط. زي ما انتو شايفين بدي احطها تقريبا ساعة ساعة ونص بالفريزر، وبعدين ان شاء الله بنقطعها انا وياكم مع بعض. هيك بعد ما تقريبا ساعة بالفريزر زي ما انتو شايفين كيف جمدت. نقطعها أديكم قطعة. إن شاء الله الوصفة بتعجبكم ويعطيكم العافية.